نفسي ارجع امشي تاني يا ماما، انا عاوز العب مع اصحابي تاني يا ماما. وكمان يا ماما انا عملت العمليه وقلتي لي همشي وبرده ما مشيتش يا ماما. احمد بابا خليكي يا غزه، خليكي حبيبتي. احمد فيك ايه؟ الراجل صاحب القهوه كرشني. كرشك ليه يا احمد؟ قول يا رب يا محمد يطلع لي الضب. ليه الكلام ده على الصبح يا محمد؟ اخوكي متجوز في شقه بتاعت ابوك الله يرحمه. الله يرحمه. والشقه فخمه وتلات اوض كبيره وصاله. قولي لاخوكي يبيعها عشان تاخدي نصيبك. يعني انا اعمل الخير مع الناس يتردلي شر جالي وصعب عليا. عملية بنتي انا الايام الجايه اشوف واشتري الشقه وابيعها اديلي حقك لحد عندك اللي انت عاوزاه يا اختي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدا الفيديو. تنسوش لايك واشتراك بالقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ايه ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا افلام جديده لعيله الجمل وابطالها الاميره فيروز والسندريلا غزل وندى واحمد والاسطوره. نلخص معاكم كل افلام العيله ومسلسل جديد لندى واحمد بعنوان عايز حقي. هنقول لكم المسلسل بيتكلم عن ايه وكمان هنبكي ونزعل على احداثه، وكمان هنقول لكم اهم التوقعات فيه. بس تابعونا دايما على القناه دي وهتلاقوا معانا كل جديد. لاي حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه. يلا بينا نبدا ومش هنطول عليكم، وهنبدا بندى واحمد والمسلسل الجديد بعنوان عايز حقي. طبعا كتير من الفانز كان مستنيين مستر احمد ينزل لنا بالجزء الثاني من الزوجه الرابعه، لكن زي ما قلنا لكم يا جماعه الجزء الثاني للزوجه الرابعه محتاج جدا ايه احلى وامنيه القوه. لحد ما ايه احلى وامنيه القوه يرجعوا تاني للتمثيل على اليوتيوب، مستر احمد عمل لنا مسلسل جامد جدا وهو بعنوان عايز حقي. وقصته حزينه شويه. المسلسل عباره عن جلجل وبنتها غزل عملت لها عمليه في مستشفى والعمليه فشلت، وسندريلا غزل مش عارفه تمشي ونفسها تمشي وتلعب وتجري مع اصحابها. فين يا جماعه اول لقطه لسندريلا غزل وهي خارجه بالعكاز؟ احنا قلنا دي امنيه القوه، لكن للاسف ما طلعتش امنيه، بس غزل عامله الدور حلو جدا. حرفيا قلبنا وجعنا جدا على وجعها وهي بتشكي لامها جلجل. المهم جلجل طلبت منها ما تقولش كده قدام ابوها عشان هو الدنيا صعبه جدا معاه وجايه عليه قوي. قالت لها قولي بس يا ربي يا غزل وربنا يحقق لك كل اللي بتتمنيه. طبعا ونعم بالله. تعالوا بقى للجزء التاني في المسلسل وهو محمد ومراته ندى. ندى يا جماعه بتكون اخت احمد ابو غزل. محمد جوز ندى فقير جدا وعاوز يستغلها، وهتعرفوا ازاي دلوقتي. محمد طلع استغلالي جدا، طلب من ندى انها تاخد نصيبها من شقه ابوها وامها اللي ساكن فيها دلوقتي احمد. وطبعا ندى مش عاوزه تعمل كده خالص لانها عارفه حاله اخوها وبنته اللي تعبانه جدا. محمد قال لها لازم تسمعي كلام، هو كده بيخدم اخوها عشان ياخد الفلوس ويعمل بيه العمليه التانيه ليها. مش عارفين بصراحه محمد هيبطل يخدم احمد لحد امتى، برضه في الزوجه الرابعه خدمه كتير. المهم انه يجيب التمنيه اللي نفسه فيها. تعالوا بقى لبطل المسلسل مستر احمد اللي باين عليه جدا انه شقيان وشكله شغال في قهوه. كارثة كبيرة يا جماعة ان صاحب القهوة كرشه، يعني طرده منها. السبب انه كلم زبون غني جدا وبيعمل خير انه كمان يعمل عملية بنته، وصاحب القهوة اول ما عرف كده على طول طرده. بجد يا جماعة حكاية احمد وجع قلبنا قوي، وكمان السندريلا غزل يعني مش عارف يلاقيها منين ولا منين، ولا محمد الطماع اللي مش مهم عنده البنت الصغيرة اللي محتاجة عملية وازاي يفكر فيهم اصلا، وهو اصله ما عندوش عيال. وخلوا بالكم من الكلمه دي لان الحلقات الجايه هتعرفوا ليه. المهم ان ندى راحت مغصوبه على امرها لاخوها عشان تقول له يديها نصيبها من الشقه. بس احمد طلع طيب جدا وقال لها هبيعي الشقه يا اختي وهديكي حقك، وهي كانت مكسوفه قوي منه. يا عيني احمد الدنيا حاطه عليه قوي، وشكلها كده يا جماعه المسلسل حزين وهيعيطنا كتير. ملحوظة مهمة جدا يا جماعة، طبعا كلكم شايفين اللوكيشن متغير خالص ومش بيتصور في الفيلا بتاعة العيلة، ودي أول مفاجأة كنا بنحضرها لكم لقناتنا التانية وهنقول فيها كل المعلومات عن الفيلا دي. تابعونا في كل الحقائق عن عيلة الجمل في القناة الكبيرة فانز برنس مصر. رجعنا لكم تاني للمسلسل. الممثل يا جماعة اللي دوره شرير هو الأسطورة، لأنه هو اللي سلف أحمد فلوس عملية بنته وطبعا عايز فلوسه. ترى المسلسل بيتكلم عن مين عاوز حقه؟ يا ترى ندى ولا الأسطورة؟
الصورة هتعرفوا. طبعا لو تاخدوا بالكم يا جماعة، في أول المسلسل ندى كانت بتبص على حد ميت وبتشوف هو مين وبتعيط. زين كل الفانز ينزلوا دلوقتي يتوقعوا مين اللي مات، أحمد ولا غزل ولا مين بالظبط. هنا في البداية هنقول لكم توقع بسيط عشان ما نحرقش المسلسل، اللي مات ده مش أحمد ولا غزل. وندى كانت بتعيط لأن الخبر كان جايلها عن أحمد. ده توقع بس يا جماعة، وهنستنى توقعاتكم كلها عشان مستر أحمد يشوفها ويعلق عليها. في نهاية الحلقة الأولى نحب نقول لكم إن أحمد مش عارف يلاقيها منين، أخته اللي عاوزة نصيبها من الشقة وللراجل اللي ساعده واديله فلوس. حرفيا يا جماعة أحمد صعبان علينا قوي وخايفين عليه لا يجرى له حاجة. بس من البداية كده المسلسل جامد جدا يا مستر أحمد، ومليون مبروك، وإن شاء الله يطلع ترند أول على اليوتيوب. وبنقول للفانز ما تزعلوش واستنوا شوية على الجزء الثاني للزوجة الرابعة لما مستر أحمد يعمل لنا قصة جامدة جدا. وكمان ما تنسوش ترجع فيه أي أحلى وأمنية القوة عشان المسلسل يحلو أكتر. وكمان قولولنا المسلسل الجديد لندى وأحمد عجبكوا ولا لأ، وياخد كام من 10؟ احنا من البداية كده يا جماعة بنقول لكم المسلسل ياخد 9 من 10 لأن الكمال لله وحده. هو حرفيا احنا بنحب مسلسلات ندى وأحمد جدا لأنها بتكون أفكارها حلوة قوي. استنونا في ملخص جديد وحلقة جديدة من مسلسل ندى وأحمد. حضروا نفسكم لحزن وعياط مع سندريلا غزل وأحمد، وكمان صدمات كبيرة مع ندى أخت أحمد ومحمد اللي طالع المرة التانية بدور الشرير، ولسه هتشوفوا الأسطورة هيعمل ايه مع أحمد وندى. كمان حلقتنا خلصت النهاردة، بس لسه استنونا في حلقات قوية جدا مع ندى وأحمد. وما تنسوش تشوفوا أفلام أحلى عيلة في الدنيا هي عيلة الجمل. وبس كده وصلنا لآخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤال الفانز الفيديو اليوم، هو توقعوا معانا الحلقة الجاية هيحصل فيها ايه، وأحمد هيعمل ايه مع الأسطورة. شوفوا الفيديو كله وكمان حلو السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.